جبد فرانه ما صح. اه والافراط في السرعه كاين مش انت بابا كاين بعض سائقي المركبات خاصه الوقوف والتوقف العشوائي في اي بلاصه نتوقف حمله كيما كتكون مليحه سما سورتو على قبل الفطور نقولوا حنايا بنص ساعه الناس تبدا مزروبه وكذا لازم الانسان يثبت روحه سما بعقله ما يزربش روحه باش يلحق لوليداته لاباس ولا يلحق الناس لاباس سطرت مصالح امن ولايه ورقلة برنامجا وقائيا وتحسيسيا بمناسبه حلول شهر رمضان وهذا بالقيام بحملات تحسيسيه توعويه لفائده مستعملي الطريق وهذا لتحسيسهم وتوعيتهم بتفادي والابتعاد عن بعض السلوكيات السلبية على غرار النرفزة والمشاحنات الكلامية بين سائقي المركبات كذلك عدم الإفراط في السرعة كذلك عدم الوقوف والتوقف العشوائي وهذا تفاديا لأي حادث مرور يكون داخل المدينة.